بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النصائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وعلى آلك وأصحابك ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. محاضرة أن عيوان كيدعاء وحوي حق أو كله يهي قفك مسلم كا قفك كلو مسلم كا أو كله يهي حقوق ذا ليس كله يهي ويبضنته ولا ليال إلهي با حقوق ذا مسلمين تدحذو ذا نحتى لآدو فربذيي قفك صوبح كران وير يهي حقوق ذا ليس كله يهي روح كستو مسلمنا وحاوجوب كوا إنو إلاليو أو حق دور قفك كلو مسلم كا حق أو كله يهي لأن إلهي با مسلمين تولاليي وحوكو ولاليي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحوكو ولاليي كتاب كإلهي، وحوكو ولاليي النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول كوادقران إيسان سيرادة سيداد لودة سعوتان با بقل إيا اللباتن سر مدكبضا قوم يالكي دقال لميي أو أوس إيا خزرج لورنشيري نبي محمد عليه الصلاة والسلام بي كوالا روبين نقن كي حمايو جاهليغا بي كهارين وحي سهري السمايين بي إلهي وطوبكينين قعمها أيي اسقبصدين وحي كود نقمن كتابك إلهي بي كعمل فلين قفك استا قفك كلاتو ولالكي سبو احترامي مسلمين تي كلاو مهاجرين تابي صحابتي بي سورد ويين ماشا اي نبيغا اوچوغين عليه الصلاة والسلام انصار با لو بحيي حقوق دا مركا دحذينا اينا للالينو وانو اسكننا حريسانو وقفك استا قفك كلاو احترامو وعرب كيس او كان بدقليو وقعان تيس او كان بدقليو ووسان قعاننا كرد بن عربنا كرد بن با وچوب نقواه لأن إلهي وحو ليه سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة مسلمين توا ولالو مؤمنين توا ولالا أيو ير إلهي سبحانه وتعالى حدير دباتو دحدو دا إيطالو أو دباتو إيه دقالو إيه وحيابا نوع عاسي أي دعان إن آد وحو إيه آد دبكي سيهور سم الله وقلا إن آد وحو إيه شاي حرام آد بني ستنا ملا وقلا إن آد ولالكا ديجي سدادي سنة لما وقلا إن آد هانتيدي سكو قادة ظلمنا لما أغلا إن آد وحاوية آد كحاد قدبتنا لما أغلا مسلمين تا وحاو تشوبكو آل لبدا روحو ولالوهو دهو دقا لما ودباتا يدحمرتو إن مركا إصلاحي كشقاييان باو تشوبكو آه إلهي وحو تشعليهي ددك إصلاحا كشقاي باو تشعليهي إلهي نووك ليقانا عالم بونا كويهي روحا مفسدكا إيا الروح مصلحة أوهاق حقاتنا إيا قفك وحلينا إيا حتى النبي قال عليه الصلاة والسلام وحوير صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس لمي فينمي خيرا أو يقول خيرا بوير النبي عليه الصلاة والسلام حتى بين ملغوت المامك روحاد اللذا أو نهيو قفك ضدك نحدو ذا إصلاح كشقية هذلك ورن يبين حتى لم يرهدب ويرنبق عليه الصلاة والسلام وحتى وقت يدا بنتي قفك اللهم سامح يبي كمتها لأن وحو سمين يا مصلحوين ودينتي يا ضدك يا الدنيا دي بإنت بفائدة واه إصلاح وافي عن يهي حدي الله بقف دبعات الدحمر طوال له الشيسية حدي الله بروح صاحبا استقالان وال له الشيسية هدي الله بروحو درسو استقالان هشيس بال دحدود الله دحدقا هدي أرضي معلم كيس وحكالقاران هشيس بال دحدقا
هدي ولد إيا والد كيسا وحكا لقاران هشيس باللوغا لدحدغا هدي زوج كيسا زوجة دا إسقبا حتى دباطو إيا وحيابا نوعا لبريمو خلافة وحا مركا لغا شغيا سيدا دو هشيسين لهات أنغا هدي آن صومالينا هاي قيب تكالؤون ونكسنين أو ظلمغا إيا نميمدا إيا فتنبا أيان مركا أو دبكي إنا سيخورنا أيان أبادنا وإنا نمدى إسكا إلالنا إلهي وحو يري سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ددك مركي إسكو إمادكو دي فقدو دا لغا هدلاي دد بدن أو إسكو إمادا أو ميل إسكو دفق فأيدا كمتش دبو إلهي يري إلا قولادي مركي إسكو إمادين وناغا إسفرهاية صدقة إسأمرهاية وناغا إسأمرهاية دادك هاجاتين تودا إسأمرهاية أو أمدي هاجاتين أيه هاد هشيسكو وا خير والصلح خير بو إلهي يري أديغانا وصدقة يكون نقونا إسا كالمدا عادو كالما إسو والعالكا غرغارك أو كاربو إيا حقا وكوغولي إيه كمتهاي إنا دو وحاوه إيه هادير نباتو إيا آد دارينتو إنا دو غفكا أساقا إيا إسقبتان إنا دو هشيس نحمريضو تعدلو بين اثنين الصدقة أيو نبغو يري عليه الصلاة والسلام حتى الله بقو فوض أو نباتو نحتالو إليه الشيسي ياهو والصدقة ومركا نبغ عليه الصلاة والسلام هديقي سوائنا نقابلنا موضوعنا نعاوو حنكفي ردونا نغهض لدونا إن شاء الله حق المسلم على المسلم روح مسلم كحق أو كلي يهي روح كليتو ولا الكيس إلهي لو ولا ليهي مسلمين توا ولا له إنا يسلميان مبنانا إنا يعدو ويسكو سلمان مبنانا إنا يدباتد يسكو أكتان مبنانا نبكا ولا الكا إنا تكفر حضانا مبنانا إنا دو عيبه سفافدانا مبنانا إنا دو حسدانا مبنانا إنا دو بعفلستانا مبنانا إنا دو عروتانا مبنانا إنا سلامت الله أكمرتانا مبنانا باع أو كتير إناد قشانا مبنانا إناد ظلمدانا مبنانا إناد ليقي سبنيستانا مكوب بنانا إناد مالكي سبنيستانا مكوب بنانا إناد سرفتي سميلو قدعبانا مكوب بنانا إناد حمتانا مكوب بنانا إناد يستقود إدليدانا مكوب بنانا إناد وحوي وحيابها أوردن كسميده وكا حرام وونا النبيغيون نغربي صلى الله عليه وسلم حضب الرسول عليه الصلاة والسلام حقوق دعان اسكولا النهي إلى وحو قارسية أو يراهدو قفك إيمان كيسو كامل نقن مايو إلا أو لتعلاضو ولالكي وحا نفتيسو لتعليهي إيمان كان وحو كحران يهي إنان مسلمين تا لتعلانو وناك إنان مسلمين تا ولالكا إنان لتعلاتو عافمات إناد وحا خير لتعلاتو إناد وناك لتعلاتو ayuu ku xiran yahay xitaa iimaanku asagoo arinta nabigu ka hadlay alayhi salaatu wa salaam xadiis imaamu Anas bin Malik sahabiga la yiraahdo oo ka wariyay nabiga alayhi salaatu wa salaam wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mitkeen iimaankiisu kaamil noqon maayo ilaahayna marumaynayo مؤمن كامل أن نقن مايو إلى ما أول ألكي لتعلاد نفتي سوحو لتعليهي أيو يري النبي صلى الله عليه وسلم إيمان كأن وحو بحسمه إياه أو إيمان كأن أو كامل نقن إياه أو مؤمن ونكسن أن نقن إنا مركان لتعلانو مسلمين تا مركان وناغ لتعلانو مركان شايق خير كان لتعلانو مركي أن وحو وناغ لتعلانو عافي ماد باد تعشه او دونيسا واحد ربتا اولاد الهي الهو كسي انو الهي كسي باد تعشه اولاد ويني باركو نقضان باد تعشه سيدا تعشه كرا والالكا للاجعلادا حدي سيدا سميدو ايمان كاقي مركا كامل بو نقون هيا قف مؤمن او ايمان كيسو دميستران يا باد نقونيسا قالادا حتى اني سوهنونان با للاجعلادا إلهي بالله بريا إلهي يسوهنوني نبي جنوا أدعي شر عليه الصلاة والسلام إلهي بأتوج شر إلهي إنه سوه ذي يسوهنوني سيدنا عمر بن الخطاب أيام مال وحال لير ودن كشام بوي مادي
marka wadanka Shaam markuu soo galay nin oo waxa weeye baadari ah oo waayeel ah oo da'weyn oo baahida ka muuqata iyo madoobaadka iyo aad la yaabaydaba u yimid baa la yiri falamma ra'ahu Umar baka markuu Sayid Umar ninkii indhaha saaray buu iska ooyi faqeela lahu ma yubkiika ya amir almu'minin innahu nasraniyun baa la yiri waa baadari nasaari ah maxaa ka ooysiin ayuu dula ooynaysa faqaala markaasuu wuxuu yiri dhakartu qawla allahi casa wajalla caamilatu naasiba tasla naaran xaamiya fabakaytu raxmatan calayhi buu yiri wuxuu yiri sayidunaa cumar ibnu lkhadaab waxaan la ooynayaa buu yiri waxaa igu soo dhacday aayadda ilaahay markuu ilaahay suuratu lqaashiya aayadda ku jidha uga hadlaayay dadka ahlu naarka waxaa la yidhi waa shaqaynayaa wujuuhdaani waynan dhiboonayaan naarta jahannamo oo kulaylka badan bay gelayaan baa la yidhi asagoo gaalku adduunyada ku dhiban oo barafka iyo balaayada iyo masaa'ibtaad aragta ku dhex jira ayuu haddana aakhiro dhib kastoo adduunyada ku soo maray cadaabta ilaahay buu ku jirayaa marka raxmad aan u qabo ayaan la ooyey buu yidhi sayidunaa cumar ibnu lkhadaab haddaba waxaa dareemaysaa inoo waxa weeye xataa raxmaddaas in na loo kaga baahan yahay li'anna rasuulku wuxuu yidhi sala allaahu calayhi wasalam man laa yarxam laa yurxam qofaan raxmadoon looma raxmadoodo haddaba walaalaheenna waa inaan isku naxariisannaa waa inuu qof kastaa carabkiisa koontaroolaa waa inuu gacantiisa ka adkaadaa xaqa walaalkaa kugu leeyahay waa inaad ilaalisaa waa inaad ilaahay dartii walaalkaa u jeclaataa waa in haddii aad nacaydo ilaahay daraaddii aad u nacdaa waa inaan xasadka waa xaaraam walaalayaal dembi ka dhaca adduunyada ayuu ugu horre dhulka ka dhacaba ugu horreeyey dembi ka dhaca samada ayuu ugu horreeyey waxaa bilaabay shaydaan iyo qaabiil baa bilaabay qaabiil wuxuu xasday walaalkii haabiil shaydaanna wuxuu xasday waxa weeye nabi aadam xasadku waa xaaraam xasanaadkaaga ayuu dhammaysanayaa sidau nabigeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xuquuqda marka waxa weeye laysku leeyahay oo walaalkaa uu kugu leeyahay waxaa ka mid ah xadiid imaamu lbukhaari iyo muslim baa ay wariyeen oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam abi hurayra uu ka soo wariyey ayuu ku yidhi rasuulku sala allaahu calayhi wasalam xaqu lmuslimi cala lmuslim khamsun ruuxa muslimkaa xaqa uu ku leeyahay walaalkiisa kaloo muslimkaa waa shan ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarna waa lix baa soo aroortay midda ugu horrayda oo xaq lagugu leeyahay raddu salaam ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu kaa hor yimaado oo assalaamu calaykum uu ku yidhaahdo waa inaad ka raddisaa wa calaykum assalaam baa la yidhaahdaa weliba salaamtuu kugu salaamay mid ka fiican baa lagu salaamaa oo haddii uu ku yidhi assalaamu calaykum waxaa lagu yidhaa wacalaykum assalaam waraxmatullaah hadduu kugu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaa loogu jawaabaa wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay aayad qur-aan uu nagu yidhi wa idaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minhaa aw rudduuhaa haddii salaan laydinku salaamo salaamtii laydinku salaamay mid ka fiican ku salaama ama raddiya ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa xaqa koowaad oo laysku leeyahabay ka mid tahay inaad walaalkaa salaamta ka raddiso haddii kaligaa aad tahay hal qof adigoo ah lagu salaamo inaad salaamta uga jawaabtaa wujuub bay kugu noqonaysaa oo fardu cayni ah haddii aad laakiin jamaaco badan ee yihiin markaa waxa weeye raddigeedu waa fardulkifaa'i baa la yidhaahdaa hadda waxa weeye salaamta bilowgeeda oo sunna ah iyo waxa weeye raddigeeda oo waajibka ana bilowgeeda oo sunna baa fadli badan baa la yidhaahdaa xaqa labaad uu kugu leeyahay halkii mar oo qofku uu yidhaah assalaamu calaykum kale ah waxa weeye toban ajir baa loo qorayaa waa xuquuqda laysku leeyahay asxaabta qaybo ka mida subaxii bay soo bixi jireen suuqa ayay soo wareegi jireen ayagoon dan kale u soconin oo keliya ay tahay qof kastay ka hor yimaadeen inay ku dhahaan assalaamu calaykum waraxmatullaah li'anna salaamta ajirkaa faraha badan bay ka raasanayaan sidaas baa la yidhaahdaa hadda waxaa la salaamayaa waa qofka muslimka
أما قال كي هدو سكا يرى السلام عليكم وعليكم السلام لما أرانا أيوه سيدا النبي قبل لغسو قاري عليه الصلاة والسلام وحا الله أرانا يا وعليكم كلاه السلام تلقو داري ما أيوه وحاوهي أيضا تاسيد أسبال ليرى هذا وسلام تتاعو كلاين لغفر سدوهي وان قال كسيدا مسلم كو كلاين لو سلام سيدا أسباكو صار ارتيا حاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحوير النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم أهل الكتاب كهديد سلامان وعليكم كليو ذهبوا ويره وعليكم السلام تهكدر إننا أيو وير النبي صلى الله عليه وسلم إن عن مرك إلى لنه آدابت السلام تأيى اللبا هن يهي سلام تسلس بيؤطه النبي عليه الصلاة والسلام سنديسي وانا حقا او كقول ايها والالكا انا سلامتو هدوكو سلامو سلامتا اتكر رديدو سيدا اسبال ليرا هدا الا داد لغا صور ريابي او مركا وحاو يشارع عدو اي كصور ريابتاي ماهانه انا سلامتا سيدا ادابتد الله الاليو ايا اللو باهان يهي اجر كافراها بادن با لغا هلا نبيغي ان عليه سلاة والسلام احاديستا اسبوغا هدلي نبيغو صلى الله عليه وسلم وإن أنه كفا إذا يسنى حقا كوباد أو ولالكا أو كوغولي يهي متكا أو غوه الرأي أو حقوق دا أو كوغولي يهي ولالكا وحاوي إنا سلام تهدي أو كسلام أتكر رد سوير النبي عليه الصلاة والسلام ورد السلام حقا لباد وعيادة المريض بويري حدي أو جرن يهي والصواب بوغضا بوغشا أيو حق كوغولي يهي والله كالمية والله قرقارة والله صو سي صعد كأي صو صعد كأجر بعد كه ليس بيرشنا مره هذا ذو قرنا يعمل بيلا متها ليري وحوير النبي عليه الصلاة والسلام حق أو كقول يه ولالك وحكم دا واتباع الجنائس بويري حديم ميديالك هذو ميتك هذو قفك جيريودو إن عد ميتك سسقوت ذا أي حق كقول يه وحوكلو يير النبي صلى الله عليه وسلم وحوية وإجابة الدعوة حدي أو عرسي يا راسي وحقبه واجب حقوة هدان شروطي إيو وحيابه أسبابه الرابة حدي سنشرين إنا دا تشيبتو أيا وجوبه كوغولي إياهي وحوية وليماذا مركو كاوعه حق الشناد أو كوغولي إياه وحوية وتشميد العادسي مركو هندسو إن لغا فرحيه حدي أو يرا الحمد لله markaa hindiso waxa sunnaa qofku inuu yiraahdo alxamdulillaah ilaahu waday mahad ku sugnatay laana wad aragtay hindisadu markay kugu ceeshoonto dhibaatada ka soo gaareysa waad garanaysa markay ka soo goodana caafimaad baad dareemaysa ilaahi baa loo mahadnaqaa laana nicma ilaah ku gala weeye qofka markay uu hindiso hadii aad ka farxiso walaalka oo aad ku tiraahdo yarhamukallaah hadaad u tiraahdo asaga waxa sunna inuu yira markii uu hindiso alxamdulillaah adigana waxa sunna ku ah inaad u tiraa yarhamukallaah xaq uu kugu leeyahay kamid tahay asaguna waa inuu ku yiraahdaa yahdiikumullaahu wa yuslihu baalakum hindisada saddex mar hadii ay dhaafto waxa weeye waxa marka loo oranaya rabbi ha ku caafiyo caafaakallaah baa loo oranaya baa la yiri hadiiskaasi waa mutafaq riwaayad muslim kaliya warinayana waxa ku qorneyd oo waxa weeye ku ahaad waxa xuquuqdan kamid ahaad xaq lixaad uu kugu leeyahay wa idastan saxaka fansax lahu buuri wa idastan saxaka hadii waxa weeye oo ka nasiixad dalbo u nasteexay buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam hadoo nasiixad ka dalbo oo shay wanaag oo ka dalbo u wanaag samay baa la yiri xuquuqdaas baa walaaluhu isku leeyihiin xuquuqda bay muslimiintu isku leeyihiin aan hadda soo tirinay waxa kaloo kamida ruuxa waxa weeye oo xuquuqda kamida xaqqa toddobaad oo kugu leeyahayna waxa weeye xaqqa toddobaad oo kugu leeyahay wa ibraarul muqsim boo ku tilmaamay xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam hadii uu dhaarto oo waxa weeye uu kugu yiraahdo wallaa aqsamtu calayka billaa la tafcalanna kada sidaas hadduu ku dhaarto uu yiraa wallaahi la tafcalanna kada buu yiri saan maanta waad yeelaysaa waa inaad ka yeesha ood u baarinimo samayda xaqa sideedaad oo kugu leeyahay waxa weeye oo walaalkiis oo ruuxa walaalkiisa kala ku leeyahay
ونصر المظلوم أيو يري النبي صلى الله عليه وسلم قفك إلا ظلميو إناد وحوي أهي لسو أو روح ظلمنا يأتكع لسو روح كلا يطوء حديث كلا وحاكو سواروري انصر أخاك ظالما أو مظلوما بو يري النبي عليه الصلاة والسلام ولالك هدي أو يهي ظالم يهدي أو يهي مدل ظلمي اللبدا بو غرغار بو يري. فقال الرجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره يا حبيب الله وحوير النبي صحابي يسوغو سواشا ويدين إياه صحابي با وحوير رسولك إلهيو ولالك يهدي لظلميو وأنو غرغارها إياه لأن ظلمك أيان كعلن هياه لكن هدي أساق وحويو ظالم يهي وددك أو ظلمنا يسينو غرغار إياه ayuu yiri ninka asagoo nabiga su'aasha weydiinaya alayhi salaatu wa salaam nabigu markaas uu ku yiri baa la yiri tahjusuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nusruhu rawahu al-bukhari dhulmiga ayaad ka celinaysa gacanta ayaad ka qabanaysa gardarada joojibaad oranaysa ilaahay ka baqbaad oranaysa cadaabta ilaahay ka baqbaad oranaysa waxa uu sameeyay baad ka hor istaagaysa لأن سيداس با لبادي روح با ايدان اغنو قنيسا مركا ظلميغا كعيلي دو أساقا وادو غرغارتي كيلا ظلمينا يانا وادو غرغارتي سيداس با لوغا چيرا وي نبيغو حقوق دا ايو نوت المامي حديث كلا وحوكو يري نبيغو عليه الصلاة والسلام حقا او كوغول ايه والالكا وحاكم مدا لا تحاسدوبو يري نبيغو عليه الصلاة والسلام حقوق دا لسكول ايه وحاكم مدا او قيبتا سقالات نقن ايه إن آدم ولالك حسدين بو حقو قوليه إن آد حسد دا ولالك واكا حرام حسد كوحا اللي يره دا تمني زوال نعمة الغير وإن آد تعلاتو ولالك نعمة دو هايستو أوردن إن إلاقا قادو أما آدقا يكوغسو وريغيسا أما سكلا أيو أوين أيو ويسلمت حداد ولالك نعمة دو قوري ويسو أود كحسدو نعمة دو كتيرا وحرام حسد كو نبيغو وحوير عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحصنات كما تأكل النار الحطب والحاسد نمضى إسكا إلالية حاسد نمضى وحي عنتا حصناتك سيدا وحوي الضب مركي قرية الله ساره أو ضبكاس ضبكاس وقريها وعنا يأكل أي حصناتك أردن ميسان إسا ثوابك أغيب أردن مانا سلاة دادي أجر كيذيب أردن مينا صنك أغي ثوابك سيب أردن ميسان قرآن كاغي ثواب كيسي بو دمي سنية توحيد كاغي ثواب كيسي بو دمي سنية صلاة دادي ثواب كيدي بو دمي نية صدقة دادي أجر كيدي بو دمي نية وحكو صهر يمال عير باد بنقون إسابة وحان عيرتين يا وحوي وحسدك حسدك روح حاسدك اللي يلاهدو إيا وحوي الروح أو سحر لها أبا إيا الروح كاهنك شرط إنسك إيا تنك وهو كأقرسجر النبي صلى الله عليه وسلم صورة ده اللي را معاوذات كاللي را هدو هبين كي مركو جيفان ايو سيدا حاديث صحيحة اي قريان ايو نبي صورة ده اللي را إخلاص قل هو الله اللو يقانو ايو صورة الوحو فلق ايو صورة الناس قل عوذ بالرب الفلق ايو قل عوذ بالرب الناس ايو نبي واخرجر صلى الله عليه وسلم قعمه سيدا انتسكو فيردقو oo saddexda suuradood akhriyo ku tufa markaas uu jirkiisa dhannabigu marmariyay alayhi salaatu wa salaam marka suuradahan waxa laga aqrisanaya waxa kamida wa min sharri hasidin ila hasad ruuha hasidka shartiisan rabbow ka magan galaya markii oo waxasdo dadka wax sixraban ka magan galaya waxa weeye mid kasto abuurtay makhluuqa shartiisan ka magan galaya qofkii niyo wanaagsan ku aqrista saddex mar ayaa la aqriya oo suuradiiba saddex mar baa lagu celin haya saddex mar baa hal mar baa akhriyay waad ku tufay wa ismarinay kulligood saddexda suuradahdana akhri ku tuf gacmahaaga ismari saddex mar oo arintaas baa la sameeyaa sharta dhanbo ilaahay ka xijaabaya xitaa gabadha macduurka oo ku jirta oo musha ku jirta ama marka xayidka qabta waxa weeye way akhrisan kartaa biniyatil adhkar ayadoo adkaartii iyo xijaabkii iyo awraadii nabiga calayhi salaatu wasalaam u niyeysanaysa weeye xuquuqda uu kugu leeyahay weeye walaalka xasadku waa xaraam ummadii horebaa ku halaagsameen xasad bay isku sameeyeen
وإنانو كفغانا حقا طبناد أو كغولي يهي والالكا وحاوي ولا تناتشو أيو يري نبغو عليه الصلاة والسلام باع عهدو كتير باع إن لغو فلسا وحارام باع فلسك وحال ليره ده أن يسيد الثمن وإنو لعكت سيادي أيا ليره لا سلعضا أيو سيادين أياه لا رغبة له فيها صغونا صغو باهنين ما هو باهن لكن بدي عديب وحولي يهي مركي وحوي قيم اللقارو أولي يهانيقا مثلا لباب ننكي وحو قاري بقول يو كنتون دولار مركا سولي اللباب بقول بان ديبا ياه أنيقا اللباب بقول كاسين أياه منا أو إيبسان أيو وحو ربا قفكا إنو كردبا أيو ربا لعقتو إنو كبدا تا أيو ربا إنو شايقاس قدوا أيو كتاقا أيو ربا بيع فلس با ليرا وحارام وودي دي نبيغي أنو صلى الله عليه وسلم وحوي معاملاتك إيو وحوال بحقوق دو ويكهد ليسا لأن المسلمين توامد قضبك أقوين كبدا وإن أي قفك استعو إلى علي اللوبة هن يهي وهر مركة إسلامك أو كتيرو وبلشدة وحوي هر مركة دو كتيرو وإن ليس احترامه لأن وحوي وضن نولا شدة وكون كان لغو وضن نولا ده قضبك أقوه الرئيو لغا أنبقى ده وحوي او احترام لغو يالكرو او دلكاغو هرمركو يالكرو او مسلمينتو شرفكو يالكران او وحاوي يحطا اسلامك مقع يواناك اسو تيدي كارتا و احترامك ايا وحياب اللغا قد دايدو او دين تلغا سو غاري اناد وحاوي لغاهلو لان الدين تانو اسحو شمين بايقبتا انان ليسكو حد قد بين بايقبتا انان دين تلغيس وحاوي ظلمين اينا امرئيسا انان قفك اللم بدب تكورين او نصب كيسا وحلغا شيغين بايقبتا inaan sharaftiisa iyo nasabkiisa la gelin bay qabta inaan maalkiisa iyo adduunka waxa way xoolahiisa iyo dadkiisa iyo ahalkiisa iyo gurigiisa loo gacan dhaafin bay qabta inaan dhigiisa la banaysan bay qabta wax la yiraa ismidab takoor iyo isfaquuqid iyo waxa oo dhan ma ayo gola wax kasto xun diintu ayada diiday wax kasto wanaagsan bay na amraysa wa inaan ku amal falna walaalayaal wa inaan islaamka ummoojina وإن فعلنا لكو قدهي دو آنگا دحدينا لنكاركا ما أنت دقن كي غالد عيا اللفانين هيا غالد يبا اس احترام يسا ميشا تكتبا وحاوي كلا ضنبين اي اداب بيسا ميستين وأسلوب تي اسلام كاللغة دونا هيا وحاوي اس قيمين تاسواتي اسلام كاللوغو تلقالي اسلام كايا لدونا يا اني سيدا اسكو حق دوران او قفك استا قفك كلو ولالكي سحق يسا او ولاليو او احترامو ولالكي با لوبا هن يهي حق السقالات وإن أن ليس بيع فلسين أيو حقه قوليه حق طبنات أو قوليه ولالك وحوي ولا تباقضو أيو يري النبي صلى الله عليه وسلم هاي سكو عرونينا أيو يري أو تباقض كمعنيه سو وحوي وحيابها عرادة كين أيو إن ليس كو عرودو أو ليس كو حمادو كين كرابها لغفقادو حق تكوي طبنات أو قوليه حضوكا هري مادو والا سلامة عقدد بان اقبا انا تراهد ماهن انا تكتشي ستانا ماهن سدح ما المضوح كبدا انا دولالكا كهيجروتو او دبركا حيجدا واكا حارام حدي آن وحاوي عذردار شرعية تيرين او مركا بدعنما او قبو ايو فاتيرنما دين تا وحاوي وكسما يهداد الهي درتي او نعضي تاسي وحاوي يدوا لو قول يهي لكن سكال انا تراهدو عقددك لو دنوية با لقود ديدا هياه وحو يري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا أيو يري هايسكو دبر چيديننا ولا هذا أضومد إلهي ولا لنقضة إلهي بايد ولا ليي هو سماكم المسلمين إلهي مسلمين بودكم مقعابي إنما المؤمنون إخوة أيو يري وحكستو شيطانك إيا النفط إيا هودا إيا وحو يدين تدباتو نقونايا إلا وحا ليرا فساد ذات البين حدي أمد نحدو ذا فساد أو نحمره او دباتو ايو شر ايو عقدد ايو اسقلاف ايو دين تي باسداس كو بابا ايدا دين تو مركي موافق اي چرتو احترام مركو چرو اسعافين مركي چرتو وحاوي قلب فيو مركو چرو دين تو را مركاس بي هورو مرسي يالا نيسا مركاش ايال كان كل نالفرها ايو اوردن دمان تو دوا دين تسيدي كو هور مري لهاد واسيدي اسلام كو قيمة كو يالا لهاي واسيدي ابوغو آد كو بدبادي لهاد الدون كاغو واسيرو كسو بلها آخرة دادان آدو قسما تبيح لهاد أيو نباريا لأن الدين تودان وحالوغو تلقالي مساريح دا آخرو مدى مسلحو شايق آخرة كون نقنكرة
iyo maslaxada adduunyada labadaba inay ilaaliso ayaa diinta loogu talagalay. Xaqa toban iyo labaad oo walaalka uu kugu leeyaa waxa weeye, walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin buu nabigu yidhi sallallaahu calayhi wasallam, yowsan ruuxa walaalkiisu hugedin walaalkii baac oo ku jira, ayuu yidhi nabigu sallallaahu calayhi wasallam. Oo baaca walaalkii ku jira waxa weeye ruuxii alaabta masalan ba haystay inaad tidhaahdo qaymaha oo ninkaani kuu gaari shaygan aniga ayaa kaa iibsanaya, oo waxa weeye baacaan ka baxbaad u leedahay aniga ayaa shaygan oo kale kaa iibinaya oo lacagtu kaa siiya qayba, ifsiq haadal beec baad odhanaysa, waana abiicuka mislahu biarqasa min samanihi ow ajwada minhu bithamanihi, weeyaan shay ka fiican baan ku siinayaa ka bacbeeca inaad tidhaahdo. Taabaa la diidahayaa ashiraa cala shiraa iyo albaycu cala albeec intaba waxa weeye waa xaaraam. Waxay xuquuqda oo kugu leeyahay walaalka waxaa ka mid ah inaadan khiyaanin xaqa, waxa weeye oo kugu leeyahabay ka mid tahay inaadan khiyaanin xaqa. Toban iyo saddexaad weeye waa inaadan khiyaanin laa yakhuunuhu buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, almuslimu akhul muslim laa yakhuunuhu walaa yakdibuhu, ma khiyaano, inaad khiyaanto waa kaa xaaraam. Li'anna qofkii qof khiyaana wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, man qashanaa falaysa minnaa, qofkiina khiyaanaa naga mid maahan, ayuu yidhi nabigeennu sallallaahu calayhi wasalam. Khiyaanadu waa xaaraam walaalayaal. Calaamaadka munaafiqay ka mid tahay aayatul munaafiqi thalaathun buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ruuxa munaafiqaa astaamaha ama summadaha lagu yaqaano waa saddex qaybood, ayuu yidhi nabigu sallallaahu calayhi wasalam. Idaa xadatha kadaba, markuu sheekaynayo been buu sheegaa. Wa idaa caahada qadara, marka uu ballan qaado ballanta wuu ka baxaa. Wa idaa tuu mina khaana, markii la aamino ummadda ayuu khiyaana. Marka khiyaanadu waa min calaamaatil munaafiq weeye. Waman yaqlul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaama, qofkii khiyaano sameeya wuxuu khiyaano qiyaamada keenayaa. Xitaa caday qofkii khiyaana walaalkii xaq intaa la ka khiyaana qiyaamada ayuu soo taajinayaa. Khiyaanadu waa xaaraam, waa inaanu ka fogaanaa. Xaqa toban iyo waxa weeye saddexaad wuxuu ku tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam xaqa uu kugu leeyahay walaalkaa waxa weeye waa inaadan khiyaanin. Inaadan khiyaanin buu xaq kuugu leeyahay. Midka toban iyo afaraad, midka toban iyo waxa weeye ee ay saddex afaraad, walaa yakdibuhu, uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, inuusan been u sheegin buu xaq ugu leeyahay. Waa inaadan walaalkaa been u sheegin, leanna walaaluhu been iskuma sheegaan. xaqa toban iyo shanaad, walaa yakhdhuluhu, uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, waa inuusan hoojinin oo cadowga u sallimin oo uusan waxa weeye xaqirinin oo sharaftiisa uusan meel uga dhicin. xuquuqda uu kugu leeyahabay ka mid tahay walaalkaa waa inaadan hoojin baa lagu yidhi. hoojintu waxa weeye walaalkaa wax dhibaato u keeni kara inaadan sabaynin baa lagaa doonahayaa, oo aadan walaalkaa waxa weeye hoojinin oo aadan dullaysanin. xuquuqda uu kugu leeyahay kuwaa oo dhan baa ka mid ah. waxaa ka mid a inaadan xaqirin oodan yasin, waxaa ka mid a inaadan dhiiggiisa bannaysanin, waxaa ka mid a inaadan maalkiisa dhicin, waxaa ka mid a inaadan sharaftiisa meel uga dhicin. kulli waxaasoo dhan xuquuq aan isku leenahay weeye. waa inaan xuquuqdu aad bay u fara badan yihiin, hal mawduuc laguma soo koobi karo. nabigeennaa ka hadlay calayhi salaatu wasalaam, axaadiista rasuulka baa looga hadlay, asxaabta nabigu mar kasta waa ku tababari jiray. waxa weeye walaalka ilaahay dartii u jeclaaw, hadduu xumaan sameeyo ilaahay daraaddii baa loo nacaa, wanaagga diinta uu ku fiican yahayna ilaahay daraaddii baa loogu jeclaadaa. labada qofood oo isjecel qiyaamada waxay imaanayaan, carshiga hooskiisaa la harinayaa. waxay ku jiraan nabigu sidau tilmaamay calayhi salaatu wasalaam toddobada uu yidhi rasuulku sallallaahu calayhi wasalam, sabcatun yudilluhum allaahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dulluhu buu yidhi. toddoba waxaa la harinayaa carshiga rabbi hooskiisa baa la harinayaa, maalin har uusan jirin ilaa carshiga ilaah hooskiisa maahane. hadde maalinkaas ood u baahan tahay badbaado iyo gargaar, waxaad ku badbaadi kartaa ood xifdintaa ku heli kartaa waxa weeye waa inaad xaqa walaalkaa kugu leeyahay ilaalisaa. marka xuquuqda aan ku dadaalno walaalayaal,
وحو يري النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم بو يري روح مسلم كاوا متك كلا ولالكي وي لا يخوره مخيانه ولا يكذبه بان مشيغه ولا يخذله مهوتيه كل المسلم على المسلم حرام عرضه روح مسلم كا روح كلو مسلم كا وحا حرام كا شرفتي سنو مالو غدعه وماله حوله سنو قاتوا كحرام ودمه ما ديقي سنو بنيستوا كحرام التقوى ها هنا ابو نبي عليه الصلاة والسلام عبسدوا هلك قلبك بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم قفك وحا شر غفلا وحا دنب غفلا وحا عقوبة عذابت إلى وحكين غفلاني وإن وقف ولا الكيس وحو يحقره تا أياب الدنب كغفلا بالي رهده مركا حقوق دعان ولا لنو إلهي أن كعب سنو قفك مسلم كوحو حدي آدو قرقارت ولا الكا أو دباتي سن إلهي باكو قرقاره هيه حدي وحو يدبات أي قبسته حدي وحو ينفتي سي وحقاران حداد قلالك ساعده حداد قعنتك ساعده حداد رأيك ساعده حداد وحو يقرالك ساعده حدي ميلو سنقون أدو وحكالر صوت دميده حدي آد وحو يفكرت أدو عليسه حداد علمك وحو يو آخرسه حدي دينتي آد برته حدي آد وحو يألمه إيو أهلك إيو وحيابا دباتي سنو سنحلكرن أدل حلده حداد دقالها كساعده إلهي باكو كالمين ولالك مركبو كالميسو وحو يري النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي با ولا أو كالمين يا دونك انتو ولالك أو كالمين يو إلهي با أو كالمين يبو إلهي سبحانه وتعالى إلهي كالمدي سوحانو كهلي كرنا أو قرقارك إله نوغو إيمان يا إنان أنغو اسكو قرقار نوي سلاس يا دين تنو عضي دي وحو يري النبي عليه الصلاة والسلام ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة روح مسلمة روح وحو يري ولالكي سو مسلم كا او كربيسا كربة كفيدة او وحو يكلا قيب قاتم رقتا إلهي با كربة كفيدة يوم كقيامة كربة او كمدة كربوين كقيامة دا قبصانيسا ايا ديغانا لغا فيدية عيبتي سهدية دركتو لما فافيو والله عيب قريا حدي أساقو قلت سمينا يا عداركتو والله نصيحي ميل بالاقيا مركز سيقوني اللواني وحو يري إمامنا الشافعي أساقو أرنتا كهضلي من وعد أخاه سرا فقد نصحه أيو يري قفكي ولالكي سيقرصون واني وأن نصيحي يبو يري وسانه وانا معنها وناتي وشرفي ومن وعده علانية بو يري فقد فضحه وشانه لكن قفكي ولالكي وانية او جهرا اوانية وفضيحي وانا عيبي يبو يري مركا ولالكاها فضيحين ان نسيحي سيقرصون وغن نسيحي قالتك مركا تكو عرقتو سيقوني ارنتو غشاك مركا ايو وانا دادي اي معنها وحوي انفعيسا كربها دو كربيسان يهي كربدي سوالغالا قيب قاتا عيبتي سلام فافية والو استرا هذا الهدو كغسر ايستو اللهم فافيو والله قريا مانتا وحا اوضن والاقا قدبي سنة دي النبي والاقا تقي عليه الصلاة والسلام قف كستا قف ايو وحا ويحو او اقبا عقدد اقبا عقدد مفعنا حتى عمل كاق ان لأقبالي وايو ايي السبب تابا ليري او قاد الهي اعماش اي ملائكت او بندقان او وحا شرت الله اوران ايو لبدا الروح او عقدد اسكو قبان ماهاني انت كلوانو دمي دافهايا عقدد وان لغا قدباء او لايسكا الاليا قفكي ما انت وحكو قسر ايستوا اناد وحاوي او قاردا او اادن ميل والبكشي يجنن وان اادن قرقا اي قوشادا اي فراشكا اي سوچادا اادن كهدلن ننكي وحاوي حاسكي سيبو كشاكين ايا قبردي وحاوي زوجكي دي بكشاكين ايسا اخلاق دي اسلام كيو دنبا لغتكي ولا ليال آدابت إسلام كوا إن لو صول لابتا وإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لو صول لابتا وإن دينة إسلام كاللغو عمل فلا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لغو عمل فلا ووحوي قار أهان ضدك الدبداها تشوغة ومانت وحوي آدابت شريعة ديور ننلوميي ودقمك للقب صديو وحيابك لمسكح دو دي أي كو أبور مين
وإنه يسفي عن دراسات كإسلام كأردغيستان ولالك أهدي عبتي سأد أغاتو الله مفافيه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ونبي يري عليه الصلاة والسلام قفك يقف مسلم أعاب قرية إلهي با عبتي سأستره هيا في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة إلهي با كعاب قرين هيا مركز سيد أسبال لدون يا إنان وحوي إنان اسكو احترام نؤيا لدون يا ولالك مركز أغرقار وحي وناغهود وحوي أسماي كرتوردان أسماي ولالك مسلم كا حقا أو كله يهي ولالكي سكالاتو وفر بدنيهين درس بو كله حق بو كغولي يهي مرتي بو كله حق بو كغولي يهي وحبا اسلبرتين حق بو كغولي يهي دراسة اسلدقتين اما وحوي مدرسة دي حق بو كغولي يهي وحوي وحبا اسلبرتين حق بو كغولي يهي إلهي با إذن ولالي يهي ولالها حقا اسكوليهين وفر بدنيهين وإنان إلهي دراد دي اسكوش علانا ووحي حن أردنا وإنا نكفغانا سداسا يانسكو دردار مينا نبي قوحو يري عليه الصلاة والسلام وحال لتش على تاددك النفطة دا وحال لتش عشهي إيمان كينو كامل نقن مايو إلا ما أد لتش على تو إيمان كاغو كامل نقن مايو إلا أدولالك لتش على تو نفطة دا وحال لتش عشهي إلا أثناء أد لتش على تو ويان سداس بأي واجب نقو أولا ليال وإنان مركا وحوية نفتينا آن كعلنا دب أي مسلمين تإنان دباتو قيسنو وإنان اسكايلالنا وإنان لتعلانا خير وإنان لتعلانا وإنان كفقانا حسدك إيو قلافك إيو عقضد إيو قيانب إيو وحيابها حنكا إيو أفلقادد إيو وحان لو باهنين أوردن وحوير النبي صلى الله عليه وسلم حديث إمام أحمد بن حنبل إيو إمام الترمذي يا وريان وحويري دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفسي بيد نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أوير النبي صلى الله عليه وسلم waxa idin ku soo tokobow yiri nabiga sallallahu alayhi wa sallam ummadihi idin ka horeeyay cudurkii ku dhacabow yiri oo ahay xaasidnimo iyo caro iyo uqdad iyo fidno iyo qilaaf arada iyo uqdada la isku qabo iyo dagaalkii balaayadu waa mid xireysa diinta idan oran maayo waxay xireysa timaha ilaaha nafta nabiga muhammad maamulkiisa ku jirtaan ku dhaartay ilaahay rumayn maydan illa aad iska jiclaataan ما يدين شيغا شيها ديات سميدان آد استعلانيسان فافية أيو يري النبي صلى الله عليه وسلم سلام تفافية لأن السلام توحوي وحي بباب بإدابة ليري عقدد إيا وحا حن أوردن أي بباب بإني ساويا وي بباب بإني سابا ليري أوقفكو مركي أولالكي سلامه وحو يري حسن البصري المصافحة تسيد في المودة مصافحه وحيب زياده ده محبه اي بكر ده باب الير ولا الكامركاد waxaa weey salaamto oo hada wanaagsan ugu yeerto oo markaad u imaanayso aad salaamto oo markaad ka tagayso aad tiraa wa alaykum assalam oo xaq iyo sabarka isku dardaarantaan wa sunnadi rasuulka walaalayaal alayhi salaatu wa salaam wa in aan taas ku dadaalna wa in arimaha noocaas ku dadaalna hadiyad ayaa la isku dhiiba waad aragteen maanta waxa weey gaaladi waqtiyada fasaxyada ay leeyihiin iyo waqtiyada waxa way ay leeyihiin ay faystooyinka iyo ay sameynayaan siday hadiyada iyo waxa way martiqaadka iyo casuumaadka isku fidinayaan waxyaabaha maxabada kordhi lahay ay dhaqan ahaan u qaateen iyagoon islaam ahayn laakin islaamkii baa la rabaa inay sida isku xitiraamaan hadiyada isku dhiibow nabiga wiir calayhi salaatu wa salaam qalbi gubadka iyo uqdada iyo kulli waxa ay baabineysa hadiyadu maxabada ayay siyaadida gacanto la isku salaama uqdada ayay baabisa qofkii qofkii buu aqmaray عقدتي ولي واسي جوغيسا لكن مركي أصغو عقدت كو قبا هذي آدو نيبتو أودقعانتا كو سلانتو محبا ماشاك دارانيس وحي حمار نوا بابا ايان شايدان كي اي شرطي ظلمي وا بابا ايا وإن مركا وحاوي الدين تا إسلام كوي كو رغم إلهي هنگردigo نبيق عليه الصلاة والسلام سداسو نفري وحاوي حاسد نمدا آد باللو قد ديري عقدت دحون آد باللو قد ديري عذر كوحاوي أقوين oo ku dhaca ummadii hore wuxuu ahayba la yiri wuxuu ahayba uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam kibirka iyo waxa way qooqa iyo faanka adduunyada
iyo tartanka adduunyada iyo in la isku caroodo in la isxasdo kabacdina ay ka dhalanayso weeye dagaal iyo isbaabin iyo dhiig la daadiyo oo marka dulmi iyo fisqiga ay ka dhalanayaan sida hadaba maanta ka taagan caalamka weeye waxyaabaha nuuca oo nabigu ka dayriyay calayhi salaatu wasalaam waa inaanu ka fagaanna oon ilaahay ka cabsanno oo aan ku camal falno diinta islaamka oo aan waxa weeye qof kastaa walaalkii oo walaalka yeesho oo waxa weeye la isticlaado oo laysku duceeyo oo islaamka loo wada duceeyo oo qof kastaa qofka kale ilaahay daraaddii oo u jeclaado man axaba lilaah wa abqada lilaah wa acdaa lilaah faqad istakmala aliimaan ou nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay daraaddii wax u jeclaaw ilaahay daraaddii qofkaad naceeda u nac ilaahay daraaddii wax u bixi ilaahay daraaddii u caro sidaasaa la yidhaahdaa marka waxa weeye aanu ku dadaalno diinta islaamka ku camal falkeeda aan ku dadaalno wax kasta oo xumaato iyo waxa weeye dunuuban aan ka fagaano nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka mutakabbirka ah oo kibra markuu ka hadlaayey kibirku wuxuu yidhi waa badarulxaqi xadiis imaamu muslim wariyey wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam alkibru badarulxaqi wa qamdunnaas kibir waxaa la yidhaahdaa xaqa oo laga takaburo dadka oo la xaqiro xaqirka iyo waxa weeye takaburkuna waa midka ilaahay looga fagaado waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas uga dayriyey kibirku marka waxa weeye waa xaq oo safiih laga ahaado waa xaq oo la diido waa dadkoo la xaqiro qofka mutakabbirka ah oo iskibriya oo qalbigiisa kibir oo ku jirana jannada ma galo walaalayaal wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam laa yadkhulu ljannata man kaana man fii qalbihi mithqaaru dharatin min kibrin quraanjo wax la eg oo kibira qofkii laga helo qalbigiisa jannada geli maaye buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kaleo imaamu muslim iyo bukhaari wariyeen wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam alaa ukhbirukum biahli ljanna kullu daciifin mustadcafin low aqsama cala allahi la abarah alaa ukhbirukum biahli nnaar kullu cutullin jawaadin mustakbirin ou yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam ma idiin sheegaa ruuxa la yidhi ahlu jannaha ahlu jannuhu waxa weeye waa ruux kasta oo daciifa waa ruux kasta oo la liido oo hadduu yidhaa wallaahi ilaahay sidaas waa noo yeelaya ilaahay u yeelayo ma idiin sheegaa ruuxa ahlu naarka la yidhaahdo waa ruux kasta oo kakan oo waxa weeye maalka iyo adduunyada uruuriya oo shaafeertan badan oo kibir badan kaas ayaa la yidhaa buu yidhi hadda ilaahay qalbiguu fiiriyaa qalbigaaga haddii ay xumaanta ka buuxdo hadday cuqdadu ka buuxdo hadduu kibir ka buuxo hadday caqiide baadilu ka buuxdo ilaahay agtiisa waxaad ka tahay ma jirta weeyaan marka waxa weeye qalbiga ilaahay qalbi wanaagsan oo nadiifa oo ictiqaadkiisu suuban yahay ilaahay ha na siiyo waa waxa weeye quluubteenna inaan nadiif ka yeelna oon cuqdada iyo kibirka iyo waxa xun oo dhan aanu ka gudubnaa walaalayaal haddaba intaasoo waxa weeye shay oo aanu ka soo hadalnay oo axaadiista nabigu calayhi salaatu wasalaam ay noo caddeeyeen camal falkeeda ilaahay kuwii ku camal fala rabbi ha naga yeelo leanna waxa weeye wax kasta camal falka ayaa muhiimka ah xuquuqdu waad bay u fara badan yihiin xaqulmuslim cala almuslim oo mawduuceennan ama muxaadaradeennan caawa insha allah aanuga hadlaynay aad buu walaalayaal masaa'ishiis u fara badan tahay aad ayuu waxa weeye ay u fara badan tahay inaan ku dhaqanno waxaan oon isxusuusinayna oo kale ah inaan ku camal falno oon xusuusnaanno xaqa muslimku aad buu u fara badan yahay haddii oo walaalkeen jirrado aan soo booqanno hadduu xanuunsado aan soo booqanno aan u duceyno ducada waxa weeye walaalka oo u duceeyo walaalka ruuxa muslimka oo u duceeyo ruuxa kaleoo muslimka isagoo ka maqan ilaahay baa u aqbalayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dulmiga aan ka fagaanno yaan qof kastaa qofka kaleeto uusan dulmin qabyaaladdu waa xaaraam waxa weeye waa dhaqankii jaahiliga waa ficlu shaydaan waa ficlu lmutakabbiriin waa ficlu lkufaar aanu ka fagaano walaalayaal xasadku waa sidaasoo kale waa xaaraam aan ka fagaano kahaanada iyo sixirka iyo waxaas waa xaaraam cuqdaddu waxa weeye waa xaaraam in laysku caroodo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid ii dardaaran buu yidhi nabiga ilaaheeyow saddex mar ayaa la sheegay in hodba ku soo celiyey mar kastuu yidhaa ii dardaaranba nabigu wuxuu dhahayay calayhi salaatu wasalaam laa taqdabuu yidhi ha carooni ha caroona uu dhahayay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye xuquuqda
سلاسي شريعه نو امرت انو كدالنو هاي حسدننا هاي سبع فلسننا هاي اسكو عروننا هاي اسكو دبرجيدننا يوسن ميد كاستا ميد كلا بيس اوسن جلين ادومدا الهيو وكونوا عباد الله اخوانا ور ولا لا هذا بو الهي روح مسلم كا وروح كلو ولالكيسا وحو مسلم كا ولالكي ولاله ان يسلميان ما بنانا ولاله ان بين شيغان ما بنانا انو ولالكو ولالكي ليدا ما بنانا اناد مالكيسا قادات ما بنانا ما انت ظلم با ليسكو بابينيا ظلم با وحا وي ليسكو دمهينيا ظلم با وحا وي ليسكو دغالهايا وحا اودن كلغود اله كديري بي نقونيان جهادنا ما نقونيان وحا وي وحيابها نوعه او كليتا لما اورن كارو jihadka waxaa la yiraahdaa qofka muslimka ciidanka muslimka oo maamul kale oo ku soo jihada waxa weeye dad gaala oo xarbiyiin oo asnaam caabudahaya oo waliba xarbi oo waxa weeye muslimiinta la dagaalamahaya oo jizyo iyo waxba iyo midnaba waxa weeye aan ku sugnayn ayaa la yiraahdaa marka waxa weeye inaan iskaga magacaabano qof kasta qofku maanta la dagaalamayo waa jihad waxay noqonaysa qalad bay noqonaysa walaalayaal نبي مركي لسؤالي عليه الصلاة والسلام روح با وحو اقل يا دقال كقال هذا مركي للا دقال لما يو انو وحو يقلو الله عركو نو وحو اقل يا حميو يا انا فقوم كيسا نو وحو اقل لما يا ان لي راهب الوحو يواقيسي ننمال ننبسيب اقل لما يا كسوغن جدك الهي يا جهادك يا كسوغن مركي اللي يري وحو يري النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله قفكي أدقى اللما إني كلمة إلهي النقطة مدى سرعيدة أيا كسوغن بويري النبي عليه الصلاة والسلام أيا كسوغن جتك إلهي بويري أيا كسوغن بان ربا وحوي في سبيل الله ساسويان جتك إلى روحا وكسوغن بويري مارك الروحا وحوي جهاد كتيرا وروحا قالب الله دقى اللما هيا دقالك حربيغا جهاد لغوما مقعابو او دلك يعني طبان إيا دور كان سنبابيي روح مسلم كان وحال دونيا انو سوحا او كلا كقيب قادنين وحاوي الهي ان نكعب صنو نفتين ايو وحاوي نفت ولالهن بان خير كاوغو نستيحينو عقدد ايو كبيرك ايو قبيالد لغو باباي او دينتو ايو باباي او لغو هلاك سميو او دينتين ان كو قرمني ان وحاوي الهي اوغا طوبة كينو قفك استا قفك كلاتو ولالكي ساها عفيو الهي درتي هل اسكو چعلابو بانت هل اسكا الاليو ظلمiga hal iska ilaaliyo xanta hal iska ilaaliyo xasadka hal iska ilaaliyo xaqiraada hal iska ilaaliyo walaalka hayasin ilaahay dartiiba ku walaalowdeen diinta ilaahay baad ku walaalowdeen beenta hal iska ilaaliyo xitaa malaa'igtu way ka dheeraanayaan ruuxu markuu beenta sheegayo xitaa malaa'igta ilaahay waxa la yiri way ka fagaanayaan baa la yiri malaa'igtu waxay ka istaagayaan meel dheer bay ka istaagayaan afkiisa quranka ka soo baxaya waxaa la wariyay imaam tirmidhi ba wuxuu wariyay nabigu inuu yiri alayhi salaatu wa salaam idha kadhaba al-'abdu kidhbatan taba'ada al-malaku 'anhu maylan min natni ma jaa bihi bu yiri markii qofku uu hal mar been sheego malagu wuxuu ka dheerada hal mayl oo kala u jirsada afkiisa qurunka ka soo baxaya darteed xitaa malaa'igti ba ka fagaaneysa afkaagi ba qurun ka soo baxaya malaa'igti ba ka fagaaneysa sidaasi baanta u xun tahay marka waxa weeye baanta iyo waxa oo dhan waa min amali shaydaan baa la yiraahdaa aanu ka fagaano walaalayaal islaamka oo dhanna waxa weeye inaan khayr aan islaamka ugu baaqno oo waxna loo kaga daydo wanaaga aan sabeynaa loo baahan yahay aakhiru samaan baa la maraya sharti way farabatay dhulmigi way farabatay khilaafki baa farabatay fasaadki baa waxa weeye barri iyo birriba ka daahiray dibaatadii heerka aad u jeedaan bay maraysa marka ilaahay cabsidiisa inaan zaad ka dhigano ayaanu isku dardaarmayna adduunyadan waa laga tagayaa wax joogaya ma jiraan khayru khalqillaahi baa ka tagay anbiyaadii ilaahay oo dhan baa ka tagay asxaabtii nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa ka tagay caawa ayaad geeriyoonaysa ama birribaad geeriyoonaysa adigoon cuqdad qabin adigoon xaq bini aadam qabin adigoon qof dulminin adigoon kibir qalbigaaga lagu arkinin adigoo jidka ilaahay ku taagan adigoo istighfaarsanaya adigoo toobo keenaya adigoo nabiga ku sallinaya calayhi salaatu wa salaam adigoo quraanka akhrinaya inaad geeriyooto ayaa wanaagsan walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun bu ilaahi yiri
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أدينكم مسلمين هين هدمننا مرك إسلام ككوا كردنته أو كلمة أوجدا بيدا أو كسو بحدا أفكو ذا أي نقطه لا إله إلا الله محمد رسول الله أيان إلهي ويدي سرينا إلهي قاتو مدها النهجاتي إلهي الضريقة توسنها النقدلو استغفارتك وكوكي وحوي قاتو مواناكسن كوكي ريودة أو إلهي ذنبكو ذا أو دافر ربها النقييرو إسلام كوردن إلهي هو قرقارو إلهو إسلام كو قرقار إلهو شرطي مصائبت النقدمي إلهو عالم كإسلام كوردن قيبها أما أدونك إسلام كدباتوين كهيستة إيا ظلمك يا دباتوين كهيستة قعمها أن إيا وحوي أن حمانتا أنه أن كترنان كلان نمد إلهو نعفي إلهو توفيق وحوي النسي إلهو إسلام كي أهل كيس أقرقار اللهو منصر المسلمين إلهو مسلمين تأهل إلهو ذنوب تأن نعفي إلهو والد كأن أن حريصو إلهو معلمين تأن أن حريصو إلهو أنتي ونقصو مرتين نقصو الدداشي أشياخ دي نقصو الدداشي ودين تنسو قارسي دي إلهو أن حريصو إلهو دين تنفهمسي إلهو كوي كعمل فلان نقيل إلهو كوي كتوسنا دو كرنغم إلهو نقيل إلهو كوي أهل كو دي أولاد دو دبران نقيل إلهو كوي قيامة دو قرآن كو أشرفعه وحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وحو يدين تو أي أم ركعه إلهو نقيل أو دلك أو خير وما ركعه أو خاتمه ونكسن كل انت إلهو نقيل والد كأني والدين تأني إلهو نحريسو إلهو أولاد دبار نقيل إلهو شرط قالب إيا فدنضا إيا ظلمك إيا صاحرين تا إلهو نقبت بادي نفت إيا الشيطان كس شرطه دا إلهو نقبت بادي إلهو أدون إيا آخر صوبا سعادة الدارين إلهو نسي شر الدارين إلهو نقبت بادي حسبنا الله ونعم الوكيل إلهو أدقى أيان كتلا سارني أدقى أيان وحكست وكيل نوغاه أدقى أيان نغفلا أدقى أيان إله كور نقانا أدقى أيان كرمي سنهي نبقى أجيبا رأسنهي عليه الصلاة والسلام إلهو سراد المستقيم كإلهو نغهنوني اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.